دعاء الندبة يعني ندبة غائب ندبة مفقود عندما ملايين المسلمين في شرق الدنيا وغربها على مر القرون في يوم الجمعة يقرؤون دعاء الندبة يستشعرون بألم الفقدان هذا الارتباط يتعمق مئات الألوف من الناس على مر التاريخ يذهبون إلى مسجد السهلة ليحظوا بلقاء الإمام الحجة صلوات الله عليه المعروف أن من يذهب إلى مسجد السهلة أربعين ليلة أربعاء ينال لقاء الإمام هذا كم يعمق هذه الرابطة هذا العمل كم هو مربي لهذه الروحيه ملايين الناس الان ليالي الاربعاء ملايين الناس على مر يعني اعوام ياتون الى جمكران لان هذا المسجد له نوع من الارتباط بالامام الحجه صلوات الله عليه هذه كلها مفردات لسوق البشر نحو التكامل. هذا البشر يجب ان يتكامل نفسيا. يشعر بالالم، اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبه ولينا. نشكو شكايه. هذه الشكاية يولدها الفقدان يعني واحد عندما يشعر بألم الفقدان يذهب ويشكو هذه النفس البشرية ذات تتكامل تكامل النفسي يشعر بالألم يعمق الرابط يبكي في البكاء جد أكو تأكيد في الروايات راجعوا البحار راجعوا مستدرك سفينة البحار حول البكاء بكاء واحد واحد من المعصومين والأنبياء أكو تأكيد كبير على البكاء البكاء يطهر النفس يرفع جوهر النفس من علامات الشقاء مذكوره في الروايات جمود العين انه واحد ما يبكي